حرصا منا نحن كرئاسة وأعضاء جهاز بالتدريب ورفع من كفاءة الشرطة ساهمة في رفع الحظر على المدن الخمسة غضام الصبرات لبدو شحات وجبال كوكوس. هذا تم وفق اتفاق بين اتحاد البلديات الخمسة وجهاز الشرطة السياحية في إقامة خمس برامج تدريبية تعنى بمنتسبي جهاز الشرطة السياحية في المواقع الخمسة اللي مسجلة في لائحة اليونسكو لائحة التراث العالمي.